اهلا بكم مشاهدينا في مصر والعالم العربي، وهذا اللقاء المتجدد وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجكم من الجاني. اتعودت في بدايه كل برنامج ان انا اشكر كل الجاليات المصريه في الدول العربيه. اكتر رسائل الحقيقه كانت من الاردن وليبيا. الجاليات المصريه اللي في ليبيا الحقيقه انا متعاطف معاهم جدا جدا جدا، خاصه بعد مقتل 7 اشخاص، والخارجيه زي ما قلت لكم ان هي طلبت بسرعه الكشف عن الجناء او عن هذا الحادث. يمكن قبل ما التقي بكم على الهواء مباشره كان في اتصال هنا على تليفون القناه، ورديت وتواصلت مع الشباب هناك في ليبيا. انا بس بقول لهم خدوا بالكم من نفسكم، لان الامور فيها عنف شديد جدا جدا جدا، ومن الواضح ان هناك استهداف للشباب المصريين. تم التعزيزات وهتتم من بكره ان شاء الله ارسال عدد من الطيارات الى المطار لنقل، لان عدد كبير من المصريين الشباب اللي شغالين في ليبيا هيبداوا ينزلوا باذن الله. من اهم اخبارنا النهارده، المستشار هشام بركات النائب العام امر باخلاء سبيل او الافراج عن 100 شاب ممن تم القبض عليهم في المظاهرات الاخيره، بقى سواء في النهضه سواء في جامعه القاهره. لا ننكر ان هذا قرار الحقيقه قرار صائب، قرار في محله، لان عشان يكون هناك صراحه ووضوح، في البعض من الشباب اتاخد في الرجلين زي ما بيقول. في ناس استخدمت عنف وفي شباب استخدمت عنف ضمن جماعه الاخوان المسلمين وضمن الجماعات الارهابيه وضمن الجماعات المتطرفه، ولكن هناك البعض منهم اتاخد في اللي كان واقف بيتفرج، اللي كان واقف بيشاهد، اللي كان ماشي في الشارع. فده قرار صائب وقرار في محله. طبعا من توصيات القرار اللي طلعت النهارده بالافراج عن هؤلاء حفاظا على مستقبلهم، لان طلبه جامعه كلهم اللي في ثانيه جامعه وفي ثالثه جامعه وفي رابعه جامعه. ركزوا معايا بقى في الخبر اللي هقوله لكم ده. المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء من ساعه طلع تصريح في منتهى الغرابه، وهذا التصريح استحاله انه يطلع من وزير مسؤول لديه فكر ولديه خطه عاجله لحل الازمه او حل المشكله. وزير الكهرباء بيقول ايه؟ الوضع خطير جدا وعلى المواطنين ترشيد الاستهلاك. لا بقى، قل لنفسك يا معالي الوزير، انا مصور خلال الاسابيع اللي فاتت عواميد اللي هو عميد الاناره بتاع الكهرباء على الطريق الدولي وفي دمنهور وفي البحيره وعلى طريق طنطا، الاناره قايده في عز الظهر والساعه 11 و12 الظهر، هتلاقوها على اليوتيوب موجوده وعامله مشاهدات بمئات الالاف. ده يعني نزل لي اليوتيوب يا عم حمدي عشان الناس تشوف. ما ينفعش التشانل قدامكم على الهواء. مع احترامي وتقديري اللي عاوز يعني يشوف الحلقه دي اللي انا عرضتها من كام اسبوع، اعتقد كان في بدايه شهر 2، موجوده على اليوتيوب، خشوا هاتوها كده. إنارة الكهرباء في عز الظهر على الطرق المختلفة. فرشد أنت الأول وبعدين الناس هتعمل إيه؟ يعني الناس هتعمل إيه؟ مش فاهم يعني، هيقعدوا على لمبة بجز؟ أنا قلت من بداية الأمر هذا الوزير جاي مش ما عندوش خطة. بيقول لكم بقى قال إيه؟ أول ما استلم، أنا ما معيش عصاية سحرية عشان أحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وقلت في الحلقه اللي فاتت تفاءلوا خيرا تجدوا. طب اطلع قول لنا في ايه؟ ايه الخطه اللي انت هتعملها؟ ايه الفكر اللي عندك؟ ايه الرؤيه؟ لا، طب ما قلتلناش ايه السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل يعني فج وبشكل مبالغ فيه ليه؟ لا، طالع بيقول له ده هذا تصريح هتلاقوه بكره بصوا. الوضع خطير جدا وعلى المواطنين ترشيد الاستهلاك. يا فرحتي، ده اللي انت بتقوله. مش عارف هل جه غلط ولا ايه بالظبط. كل مستفز من هذا التصريح، كل الاعلاميين اللي هينشروا هذا التصريح بكره في الصحف مستفزين جدا من وزير الكهرباء وتصريحاته. ده جاي بيقول لكم محدش يحاسبني، محدش يعملني، محدش يلمسني، انا مش عارف احل حاجه. ده واضح كلامه، انت راجل مسؤول، اطلع قول لنا سبب الازمه ايه، اقنعنا يا سيدي. قول لنا والله يا جماعه الكهرباء بتقطع للاسباب الفلانيه عشان كذا وكذا 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 وكذا، يعني علينا ان احنا نحل. لا، انما الوضع خطير ورشدوا الاستهلاك. بيرشدوا الاستهلاك والفواتير بتيجي قد كده وخربتوا بيوت الناس الغلابه؟ مش ممكن. لازم يراجع نفسه في التصريح ده. ايه الوضع خطير؟ في اخطر من كده؟ كفايه الناس الغلابه متبهدله واللي هم شايفينه. المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قال ان في حركه تغيير محافظين خلال الايام القليله القادمه دي. مصادر مطلعه قالت هذا الكلام، خاصه المقصرين منهم واللي ما اثبتش نجاحه طوال الفتره السابقه. يعني خلال الايام القليله هيكون حركه تغيير محافظين. يعني نتمنى الاول ندرس فكر المحافظين الجداد اللي انتوا هتجيبوهم وما نختارش بالمعارف.
اتمنى زي ما الدكتور حازم الببلاوي كده رئيس الوزراء الاسبق جاب وزيرة الصحة اللي هي كانت صديقة زوجته، وزي ما جاب وزير الكهرباء كان معرفته. لا، هات الكفاءات، اختار ذو الخبرة، هات لنا حد خبير كده فاهم في مجاله ويقدر يطور فيه. اتمنى مش هنعمل حركة محافظين عشان اجيب اللي لينا ونلم اللي حوالينا ونجيب اصدقائنا ونجيب نسايبنا ونجيب، مش عاوزين كده يعني. عاوز اتكلم في موضوع مهم وعاوزكم كلكم تركزوا فيه، تعديات على الاراضي الزراعية. وزير الزراعة يمكن كان في حملة كبيرة امبارح على طريق مصر الاسكندرية الزراعي، الحقيقة عمل حملة بنفسه كان معاه، لان هذه المنطقة هي تخط طريق مصر اسكندرية الزراعي يربط ما بين القاهرة وكل محافظات الدلتا. كان في منطقة محافظة الألوية بالظبط اللي هي من منطقة أها وحتى مدينة طوخ، كان في حملة مكبرة ويمكن وسائل الإعلام كلها تحدثت عنها، والوزير أصر بنفسه كان واقف أثناء هذه الإزالات. اللي ما عجبنيش بقى في الإزالات بتاعت امبارح إنك أنت اصطدت اللي بني، هو متعدي اللي بني على 100 متر واللي بني على 200 متر واللي بني على 300 متر. يا سيدي ماشي ده متعدي مفيش مشكلة، لكن المساواة في الظلم عدل. ما ينفعش تسيب لي ده تاخد لي اللي هو بني على 100 متر و200 متر وتسيب اللي متعدي على فدادين. هو انا جالي رد هقوله برضه، جالي رد من وزير الزراعه وجالي رد من المحافظ وهنقوله، لكن ما ينفعش طالما ده ما استجابش بانك انت تذله يبقى تسيب الباقي. الناس ما بينها وما بين بعضها في احتقان شديد جدا. قالت لك يا ثوره ما تمت، ثوره اللي اتعملت، احنا عاوزين نربي ناس على او يعرفوا بعد كده على ازاي يحبوا مصر، ما يحسش ان في فرق، في فرق ما بيني وما بين ده، انا ابن البطه البيضاء وده ابن البطه السوداء، ولا انا ابن البطه السوداء وده ابن البطه ما ينفعش. يعني اللي حصل امبارح ده ما كانش يصح انه ينفع انك تذل ده وتسيب ده. هنطلع دلوقتي نشوف تقرير كده، وبعد قبل بعد اذنك يا حمدي قبل التقرير، بس انا كنت اتكلمت في حلقه سابقه كانت يوم كام يا حمدي؟ يوم 11/2/2014، ده تعدي صارخ على طريق مصر الاسكندرية الزراعي. ده عرضته امتى؟ ركزوا معايا، يوم 11/2 واتكلمت، ودخل اعتقد كان معايا يوميها وكيل اول وزارة الزراعة وقال الاجراءات اللي اتخذت ضد هذا الشخص. تمام. الاستاذ بقى اللي انا معرفش اسمه اللي هو صاحب المكان ده انا معرفوش قابل مسؤول كده، فبيقول له المسؤول، يعني بيقول له انا مش هقول مسؤول مين ولكنه مسؤول كبير يعني، رايح بيتظلم وبيقول له ارجوك يا فندم واديني مهله. فقال له لا ده الاعلام لاحظ وقال ان هناك تعدي صارخ وبينقل. قال له لا ده ما فيش غير برنامج ماني الجاني واللي بيقدم البرنامج استاذ احمد بدوي بيبتزني او البرنامج بيبتزني. يا عم انا اعرفك، ده بلاغ مني للنائب العام على الهواء مباشره، ده بلاغ مني عشان عرضنا الحلقه بتاعته يوم 11/2 بيروح يتهمنا بالباطل. وعلى فكرة اذا اعتقد هذا الشخص ان انا هسيب حقي، لا هاخد حقي بالقانون. مش معنى ان انا اتكلمت، انا بوضح بس للرأي العام كله، بوضح للرأي العام كله، احنا لا مع حد ولا ضد حد، احنا مع الصالح العام. شكرا يا استاذ حمدي، كده تمام انا وضحت لكم اعزائي المشاهدين. دي كانت في حلقة 11/2/2014 وعرضت ده بالتفاصيل كامله، رايح للمسؤول وبيحلف على مصحف، بيحلف على مصحف وبيقول له ان البرنامج، لا اصلا لا عندي المعدين يعرفوه ولا نعرف هو مين، اقسم بالله ما اعرفه مين على المستوى الشخصي ولا الاعداد يعرفوا مين. ده بيزيدنا صلابه. اوعى تفتكر ان انت لما تروح تقول للمسؤول انت بتهدنا او بتهددنا، لا يا حبيبي احنا لا بنتهدد، الحمد لله طالما ماشيين صح وعارفين احنا بنعمل ايه وبنشتغل بالقانون. وعاوز اقول لك حاجه برضو او اقول لحضراتكم حاجه، برنامج مال جاني او انا كصحفي حوادث ومشرف عام على قسم الحوادث، بطبيعه الحال ان انا مع لازم ببقى مع المجني عليه ضد المتهم. طب صفه عامه، فطبيعي ان المتهم هيروح يشتكيك او هيروح يتكلم عنك. ولكن لما تحلف على المصحف وانت اصلا ما تعرفش حد من البرنامج للمسؤول ده يبقى تقول ايه؟ هل انت بتعرف ربنا؟
لو في خصومة شخصية بالفعل، انا كانت اجراءات تانية بعد ما نشوف هذا التقرير كنت خدتها، بس نطلع نشوف تقرير الازالات ونرجع تاني. الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يصر على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، خاصة على طريق مصر الأسكندرية الزراعي، ولكن شهدت حملة إزالات أمس استياء من جموع المواطنين، خاصة الغلابة منهم، لإزالة تعدياتهم وعدم إزالة متعدين آخرين على فدادين وسط مرأى ومسمع الجميع، بل وتساؤلات عديدة وعلامات استفهام غريبة من الجميع، ويضعون علم مصر للتستر على أعمالهم. وكان قرار وزير الزراعة بإعطائهم مهلة أسبوع للإزالة وإخطار النائب العام ووزير الداخلية. جهد من الجهود اللي بتتعمل كل يوم، انا بس النهارده نازل للمتابعه بنفسي مع السيد المحافظ، لكن عمليات الازاله جاريه وفق خطه وفق الامكانيات المتاحه. نعلم ان امكانياتنا محدوده، لكن لن نتوقف حتى يتم السيطره على هذه الافه. بنؤكد ان هنزيل كل ما هو موجود على الارض الزراعيه، ولن يستفيد مخالف من مخالفته بشكل او باخر، وان المخالف اللي واقف النهارده بالناس بتاعته بيمنع الازاله، بكره هديله قوه اكبر وهنزيل له برضه. وصريح قال لك اللي ما تزالش النهارده هيتزال بكره، اخر الاجراءات، عشان بس الناس الغلابه ما يزعلوش، وانا معاهم قلبا وقالبا. الناس الغلابه دول معاكم للنهايه ولكم حق، لكم حق. انت باني على 100 متر وتعدي، واللي قصادك باني على فدادين ما تهدلوش، ده نغلي اقعد اغلي واقعد اقول دي دوله كذا ودوله كذا ومفيش كذا ومفيش كذا، الكلام اللي بيقال. الدولة دي هتنضف امتى وهيبقى فيها صراحة امتى؟ وهيبقى فيها مساواة امتى؟ وهيبقى فيها عدل امتى؟ باللي حصل امبارح ده لا تقول لي لا مساواة ولا عدل، مع احترامي وتقديري. اللي راح قال بقى للمسؤول ده، لو عاوز اخش في حاجات شخصية، انا اتكلمت في مخالفة، ومخالفة يعني هي سابقة الأولى من نوعها. طب انا اتكلمت بعد قبل كده على حد من الدقهلية كان حاطط صورة السيسي وعمال يبني في حتة اسمها المنزلة، محافظة الدقهلية. هل بتاع المنزلة ده أهلية ده يبقى أنا برضو فيه ما بينه وما بينه حاجة؟ هل كل ما نتكلم على متهم، ولا نتكلم على واحد تعدى، ولا نتكلم على واحد ارتكب جرم، ولا نتكلم على واحد قد ارتكب خطأ كبير، يبقى احنا كده ما بينه وما بينه خصومة؟ لا طبعا، مش هسمح بده، ده مش هسمح بيه، وبقول على الهواء مباشرة، وحقي بالقانون هاخده في الكلام اللي اتقال لهذا المسؤول، مع احترامي وتقديري لأي مسؤول. انت تقول له المسؤول هيعمل لي حاجة، ولكنه في ثقة بيني وبين المسؤولين. كل مسؤول عارف مين هو احمد بدوي، مع احترامي، وعارف البرنامج كويس، وعارف سياسة البرنامج كويس. لو تحدثت عن شخصيات ممكن اتكلم بقى في حاجات تانية، معلش، اللي بيتهم للإزاز ما يحدفش الناس بالطوب. ممكن اتكلم عن اثار، ممكن ورق ومستندات بتجيلي من شخصيات ماليش دعوه، ما بتدخلش في شخصيه، يعني في حاجات شخصيه انا ما بتدخلش فيها. انا بلتزم بميثاق الشرف الصحفي. ايه هو ميثاق الشرف الصحفي؟ ان انا ما ادخلش في شخصيات حد، الحاجات الشخصيه ماليش علاقه بيها، لكن بس انا بنوه كده وبقول. هددتني يا اخويا؟ لا الحمد لله ما بتهددش. على فكره بعد ما زقت الحلقه بتاع يوم 11 جالي تهديدات على التليفون، ما طلعتش قلت على الهوا. احنا كقناه هنا مستهدفين. رسائل بتيجي ومن الارقام، وخطبنا وزير الداخليه امبارح واحنا معاه امبارح، قلنا له ارجوك التليفونات اللي هي مش مسجله باسماء حد تحلوا لنا القصه دي. رسائل تهديدات بالله، وانا عارف ان بعد الحلقه دي رسائل تهديدات هتيجي، ورسائل ورسائل زي اللي تلقناها قبل كده.
ايه قصدك ايه بابتزاز اللي راح تقول للمسؤول ده بقى؟ مش فاهم قصدك ايه؟ انا اعرفك اصلا ولا شفتك؟ انا بقول قدام ملايين بيشوفوني يا حبيبي، انت وغيرك ممن يعتقد ان احنا بنعرض مشكلته او بنعرض مش عارف التعدي بتاعه او بنعرض جرمه من اجل مصالح شخصيه. فانا اعرفك ولا لنا مع حد مصالح شخصيه؟ احنا للصالح العام. اقسم بالله امبارح تليفوني ما بطلش من الاتصالات الناس ارجوك، وبلغت الكلام ده، كلمت وزير الزراعه امبارح وقلت له، الناس مستاء، قال لي انا بلغت وزير الداخليه والمهندس محمد عبد الظاهر، بلغ النائب العام النهارده من شهر هشام بركات، وخدت مهله اسبوع. مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني خلاص، يعني انا وضحت الرؤيه وده اللي كان يهمني دلوقتي. الحقيقه في امبارح شفتوا اللي حصل في مديريات الامن المختلفه او في المحافظات المختلفه، سلسله الاغتيالات اللي ماشيه دلوقتي خاصه لرجال الشرطه وعدد ايضا من رجال القوات المسلحه. كان في طبعا ثلاث اشخاص بيامنوا سياره نقل اموال في منطقه ابو النمرس محافظه الجيزه، وهم بيامنوا العربيه بعد تامينهم ليها فوجئوا بموتوسيكل بدون لوحات معدنيه دراجه بخاريه، في اثنين منهم مسلحين اطلقوا النيران بكل عشوائيه، لقي مصرعه. طبعا استشهد الشرطي اشرف غانم محمد من قوه اداره شرطه النجده في محافظه الجيزه، واصيب اثنين اخرين، يعني مصرع واصابه ثلاثه. تعالوا بينا نشوف تقريرهم وربنا يصبرهم ونحسب هذا الشهيد عند الله من الشهداء، اللهم امين يا رب العالمين. بعد التقرير نلتقي ونكمل معاكم. الحمد لله مش كفر. حالتهم الاثنين حرجه، حرجه للاصابه، اصابه على الوجه يعني على الرقبه في منطقه القريبه من الراس، ودي اصابه بتاخد وقت عبال ما نحدد، هنقدر نحدد ان كانت هتبقى مستقره او غير مستقره. الحمد لله على كل شيء. في كتير بيسألوني عن الحلقات اللي فاتت اللي هي خاصة ببرنامج مال جاني. في صفحة عندكم على الفيسبوك اسمها حلقات برنامج مال جاني وجروب مال جاني، وفي اليوتيوب كل الحلقات اللي انتوا عاوزينها هتلاقوها من شهر 11. انا بدأت البرنامج من شهر 11 لحد دلوقتي، هتلاقوا كل الحلقات موجودة، مفيش حلقة هتفوتكم. اللي عاوز يرجع يشوف القديم كنا بنتكلم فيه وبنتحدث فيه. مين معنا في اتصال في تليفوني كده قبل ما نشوف تقريرنا الرئيسي؟ استاذ ابراهيم من كفر الشيخ، اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. ازيك يا باشا؟ بنشكر حضرتك والله. ربنا يكرمك. الله يخليك. عندنا مشكله صغيره بعد اذن حضرتك. اتفضل. ويا ريت يا استاذ احمد بايديك معانا فيها بالله عليك. اتفضل. كان في مشروع ميه داخل عندنا القريه. قريه ايه بس في كفر الشيخ؟ مشروع ميه جاي من 15 كيلو. مشروع ايه في قريه ايه؟ نعم؟ في قريه ايه؟ قريه هبتو بيه. هبتو ماشي، جاي من 15 كيلو. تمام. واقف على 500 متر على اول البلد 500 متر. تمام. والله العظيم والناس بيملوا ميه من الترقه ماشي عشان يشربوها. طيب عايزين أنا... بس نعم اتفضل. عايزين بس حضرتك شوف المسؤول عن مشروع الميه في كفر الشيخ، وهي 500 متر. الكلام ده من سنه استاذ احمد والله. طيب من سنه المايه ما بتخشش المنطقه عندنا خالص. بشكرك يعني ما تقفلش يا استاذ ايه، هتخليك تتواصل واحنا هنتواصل مع رئيس شركه مياه الشرب وصرف الصحه محافظ كفر الشيخ. استاذ عبده اتفضل. استاذ عبده من البحيره، اهلا اهلا وسهلا بيك. والنبي حضرتك انا كان عندي شكوى ان انا يعني ابني كان مقدم على استشاره زراعيه. كان ايه؟ مقدم استشاره وزير الزراعه في 2012 و2013. على اساس الرياضه الزراعيه، لان طبعا هتسجلوا يا شباب الحاجات دي. تمام، بيبقى بقول بس المعدين بيسجلوا معانا يعني. اتفضل. ايوه ايوه يا فندم. في الشغل وانت عارف الاخطبوط الاخوان واللي بيعملوا في العيال النهارده عاملين ملاعب وعاملين كلام على اساس بيجمعوا اكثر عدد من العيال وهيفسدوا حال العيال.
ارجوك يا فندم، ارجوك يا استاذ احمد. حاضر. وده رقم تليفوني حضرتك. ما تسجلش ما تقفلش وسجل البيانات كلها. حاضر. نطلع تقريرنا الرئيسي يا حمدي. طيب. انا 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 في تليفونات كتيره، هاخد كل هذه الاتصالات بعد بس ما نطلع نشوف تقريرنا الرئيسي النهارده. مين معنا؟ طيب معلش معلش انا بعتذر، هاخد كل الاتصالات مدام هدى من اسكندريه بعد تقرير الرئيس النهارده. تقريرنا الرئيسي الحقيقه وقع في منتهى البشاعه ووقع في منتهى الصعوبه. طيب حاضر. طب اخد استاذ كمال. لا حاضر يا حمدي تحت امرك. استاذ كمال هو مصر يخش معانا. اتفضل يا استاذ كمال، اهلا بيك. بنحيي حضرتك يا استاذ احمد على البرنامج المحترم. ربنا يكرمك. والساده القائمين على البرنامج. شكرا جدا. بتكلمنا منين يا استاذ كمال؟ والنبي يا استاذ احمد لو سمحت اديني بس كمال عبد السميع من اجا دقليه. اجا دقليه احسن ناس يا عم، عشان خاطر الدكتور محمود رياض يعني حبيبنا ده لسه جايب لي لابتوب هديه يعني. تحت امرك. ايباد. ايوه استاذ احمد اتفضل. تحت امرك. اتفضل يا حاج كمال. يا استاذ احمد السلام عليكم. اتفضل يا حبيبي تحت امرك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. وطي ست ابعد عن التلفزيون واسمعني من السماعه. وبنحيي بكلمك من قريه ميتا والحارس يا استاذ احمد، انت نزلتها كتير. طبعا. وطي التلفزيون انا. ابعد عن التلفزيون، سيب هم يسمعوا وابعد انت عن التلفزيون مش مشكله. والدكتور الدكتور محمود رياض بنعرفه معرفه شخصيه يا استاذ احمد. بلديات. معلش اديني دقيقتين زياده والنبي لو سمحت يا استاذ احمد. اتفضل. اولا المشكله على تعدي الاراضي الزراعيه يا استاذ احمد. الساده المسؤولين اهملوا فيها كتير. تمام. تمام. حاج كمال كمل على طول. يا وطي خالص. يا عم الحاج وطي بس ابعد عن التلفزيون وكلمني. والله يا استاذ احمد انا عايز بس حضرتك تدي لي دقيقتين زياده لان انا معاك والله. قول بقى المسؤولين اهملوا في موضوع التعدي على الاراضي الزراعيه وبعدين؟ المسؤولين اهملوا في الاراضي الزراعيه جامد يا استاذ احمد، المسؤولين عن المحليات. تمام. اللي بروحهم يسيبوا الناس تبني وياخدوا فلوس من الناس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذ احمد احنا عندنا وحدة صحية بتخدم 15,000 نسمة. تمام. الوحدة الصحية دي جم من اربع شهور يا استاذ احمد قال انقلوا الاجهزة بتاع الوحدة على اساس الوحدة هتتبني على بطريقة نظيفة. فجم دلوقتي قالوا للناس الاجهزة ترجع تاني. طيب وقالوا الجيش هو اللي هيبني الوحدة الصحية. الوحدة الصحية بقالنا اربع شهور محطوطة يا استاذ احمد في مسجد السلام في دور رابع. الناس المسنه ما بتقدرش تطلع، الخدمات طيب اتعدمت بالنسبه للقريه. انا الوحده الصحيه مش عارفين مين القائمين دلوقتي. انا نازل تصوير عندكم يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، هنصور دي. وبشكرك شكرا جزيلا طالما انا نازل بنفسي باذن الله ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. معلش هكمل بقى التليفونات بعد ما نطلع نشوف تقريرنا الرئيسي، لان كل اهالي اهل كل الحقيقه اهل الدقهليه مستنينا النهارده في هذا التقرير، بل وكل العالم العربي خاصه ان احنا اعلنا عنه. هي وقعه لا تقل بشاعه عن وقعه زينه اللي الحقيقه تم قتلها بطريقه وحشيه وبطريقه بشعه في محافظه بورسعيد. هذا الطفل هو طفل عمره 10 سنوات. من التقرير اللي اتاثرت بيها جدا يا جماعه، الطفل ده استدرجه جاره ده للاسف في كليه شريعه وقانون وبيشتغل نجار، متعلم النجاره من والده وكان شغال في البيت. المهم استدرج الطفل ده للمقابر عن طريق اتنين من اصحابه. بعد ما استدرجوا الطفل للمقابر قتلوه بكل طريقه وحشيه. ليه بقى قتلوا الطفل؟ ليه؟ عشان عرف طبعا الطفل المجني عليه عرف طبعا الولد المتهم ان غاره، فخلاص اتكشف امره فخنقوه بالبنطلون اللي كان لابسه والقوه فوق المقابر، فوق مقبره. انتوا عارفين المقابر، هتشوفوا التصوير ده دلوقتي، يعني الطول بتاعها حوالي 4 متر او 5. بشاعه بشاعه ما بعدها بشاعه. ليه بقى ارتكبوا الجريمه دي؟ ليه؟ دي ليه؟ عشان يبتزوا والدته، هو والده متوفي. وطلبوا فديه 80,000 جنيه. المأساه في هذه الجريمه ان المتهم ارتكب القضيه بتاعته ورجع تاني لوالده المجني عليه يدور، يعني قتل قتيل ومشي في جنازته. يدور معاهم عليه ويعني ولا بالنسبه له فيه اي مشكله. احنا قبل ما نطلع نشوف التقرير احنا معانا الدكتور محمود على التليفون يا استاذ حمدي. طيب خلونا نطلع نشوف هذا التقرير على ارض الواقع وتصوير داخل مقابر ومقاسات اسره المجني عليه، ومعانا المتهمين
والمقدم اشرف الحقيقه اللي انا بشكره رئيس مباحث ميت غمر اللي نجح الحقيقه وهو فريق البحث الجنائي في مديريه امن الدقهليه وكشفوا لغز هذه الجريمه. طيب ناخد هذا الاتصال. الاتصال للدكتور محمود رياض. اهلا بك يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. طبعا يعني المداخله جايه كده بس بشكل عاجل. ده احنا نتشرف بيك. الله يخليك. والله انا لسه داخل بيتي ولكن فوجئت ان طبعا في ناس كتير كلمتني عندنا من مركز اجا، كل مركز اجا صحيح، بيقولوا لي ان في بعض الناس بيروحوا القرى وبيقولوا احنا حمله المشير الرسميه، فبيطلبوهم بعمل توكيلات. حمله سياده المشير عبد الفتاح السيسي اه كتوكيلات بقى عشان الانتخابات وكده، فده حمله رسميه يعني. فانا حابب انوه من خلال برنامج حضرتك رسمي، وانا ان شاء الله هنوه في برنامج يوم الخميس ان شاء الله، ويا ريت حضرتك تنوه تاني. انوه طبعا. حمله رسميه باسم سياده بجمع توكيلات لسياده المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد حتى هذه اللحظه، عشان بس الناس الغلابه اللي بتروح تعمل توكيلات ويكلفها التوكيل، لا احنا بعد كده احنا نعمل لما يكون في حمله رسميه وسياده المشير يعلن ترشحه رسميا، ننزل يبقى الناس دي تروح تعمل توكيلات. يعني انت بتنوه على لجميع القرى في محافظه الدقهليه. يا جماعه اللي سامعاني دلوقتي ويمكن جانا اتصالات حضرتك مش عارف شفتها ولا، جانا اتصالات كتير من الدقهليه دلوقتي. يا جماعه اهالينا في الدقهليه اللي شايفينا دلوقتي، ما حدش يعمل توكيلات. دكتور محمود رياض هيعلن في برنامجه يوم الخميس القادم عندما يعلن بالفعل الترشح، اعملوا توكيلات، ما تكلفش نفسك وسيبك من الحملات الثانيه. هقولها على لساني يا دكتور مش على لسان حضرتك، الحملات المزيفه مالكوش علاقه بيها. حملات مزيفه يا احمد، اصل النهارده ده بيروح يقولوا للناس البسيطه ان النهارده احنا حمله رسمي وكل واحده تعمل لي امانه مراه، والمراه تجمع مجموعه ومش عارف مين يجمع مجموعه. ايه ده؟ في ايه؟ طب حاضر، ما احنا في اكتر من حمله، واحنا كوسائل اعلام هنعلن. وانا شخصيا كنت من فتره عامل يمكن حضرتك شفته ويمكن الناس شفت ان احنا كنا عاملين مسيرات للدعم والتأييد وليس لجمع التوكيلات. لان النهارده انا ما اقدرش اكلف واحد بسيط اقول له اعمل لي توكيل وارجع اقول له اعمل لي توكيل ثاني، ما ينفعش. تمام. طيب انا حضرتك تاكد على النقطه. طبعا طبعا طبعا. بشكرك دكتور وحمد لله على السلامه. تابع معانا البرنامج بقى، يا ريت تتابع معانا البرنامج. بشكرك. يا جماعه دي نقطه في غايه الاهميه، نقطة ركزوا معايا. أهالينا خاصة في الدقهلية، مركز أجا ومركز ميت غمر ومراكز كل مراكز محافظة الدقهلية، خاصة أنا بركز على مركز أجا لأن الموضوع ده منتشر في كرة مركز أجا. بتلاقي مثلا حملات ستات كده داخلين يقول لك إحنا أمانة المرأة مش عارف فين، كلام كده أي كلام كلش إن كان. والنبي اعملوا لنا، مش أنتوا بتحبوا المشير السيسي؟ والناس غلابة يقول لك أيوه عاوزين المشير السيسي. طب والنبي اعملوا لنا توكيل ويروحوا يعملوا هذه حملات مزيفة، ابعدوا عنها. عندما يتم الاعلان تابعونا على قناه مصر البلد، وبعدين انت هتعمل توكيل لما الراجل يعلن ترشحه. ما تعملوش زي الاعلام المزيف اللي زودها بعض وسائل الاعلام المزيفه. الكلام المبالغ فيه ده، استنى لما الراجل يعلن ترشحه، فارجوكم ما حدش يعمل توكيلات لحد، حفاظا عليكم انتم. النصب بقى بطريقه صعبه. وما حدش ينتحل صفه الدكتور محمود رياض، في برضه بعض الناس بينتحل، الراجل بيتعامل بشخصه وبنفسه. ده على فكره هو كمان التهديدات شغاله عليه، الله ينور. يعني التهديدات من هناك، انا يعني اهله يحافظوا عليه هناك الحقيقه، تهديدات فوق ما تتخيلوا. فارجوكم ابتعدوا عن هذه الحملات المزيفه. احنا نطلع دلوقتي نشوف هذا التقرير المؤثر بالفعل، وهذه الجريمه زي ما قلت وبكرر تاني لا تقل بشاعه عن جريمة زينة التي قتلت في مدينة بورسعيد. نطلع نشوف هذا التقرير على أرض الواقع وننتظر اتصالاتكم التلفونية بعد هذا التقرير.